لنا الاستقبال الرائع، ميرسي اونكور اون فوا. وغنتعمد نتكلم باللغه العربيه، غتقولوا لي علاش؟ لان هذه المسابقه هذه كتنظمها مهرجان السياحه العربي المصري، والوكيل ديال المسابقه هنا بالمغرب هي شركه لو سونتونير ايفنت اللي كتراسها سيده الاعمال مدام سعاد السعدي الشامي اللي تعذر على الحضور لانها كاينه في بروكسل، وهي في نفس الوقت رئيسه جمعيه ايلاكي البلجيكيه. وبالنسبه لهذا لو ريبورتاج لان كتشارك 22 دوله عربيه اللي غتمشي لها ان شاء الله، غتشارك في الفينال نبيله عقيلي. وفي لو ريبورتاج يعني هاد الدول العربيه عندهم يا اما العربيه او لا الانجليزيه، دونك حنا غنحاولوا ما امكن نتكلموا بالعربيه باش لو ريبورتاج ديالنا كلشي من يكون دايز في الجيري كلشي يفهموا، يعني كاع الدول اللي مشاركه. هذا من جهه. اذا اولا كنشكركم بزاف يعني على هذا الاستقبال الجميل. شكرا بزاف. اذا كنشكركم بزاف على هذا الاستقبال الجميل الراقي، يعني ميرسي شكرا جزيلا مره اخرى. ونبيل عقيلي كما قال السيد المدير التربوي ان يعني كما هضرنا قبل مع السي القمره بانه في البروجي ديالها هو دعم التمدرس، لان لقينا دي ميس يعني بليزيوغ ميس لان اللي كاين في الدول الاخرين كل وحده يعني علاش اشتغلت ابروجي، ولكن الوحيده اللي اشتغلت على التمدرس هي نبيله عقيلي. اختاروا المؤسسه لان هي النموذج اللي كنبينوا به المدرسه المغربيه، دونك اختارينا لوي لو غون، اختارينا مدارس الحنان. دونك لوي لو غون فيها مجموعه ديال لي كاليتي، مجموعه ديال الامتيازات اللي غنقدروا نفتخروا بها امام 22 دوله عربيه ان شاء الله، والدليل ها هو كنشوفوه قدامنا تبارك الله عليكم. وكنشكركم على هذا الاستقبال الجميل جدا، الفرحه عارمه. كنشكر مدرسه لوي لو غون والمدارس الراقيه اللي كتعطي الدراسه حقها عندنا في المغرب. وانا اختاريت مشروع الدراسه لانه كيف قال الاستاذ مدير مدرسه لوي لو غون، ان المشروع التمدرس هو اساس بلادنا، والدراسه هي اساس كل شيء في الحياه. الوغ اي مشروع بغى الانسان يديره في حياته الشخصيه ولا العمليه اول حاجه هي الدراسه. الدليل انني انا ما حصلتش على هذا اللقب غير كيف قال الاستاذ شكلا، ولكن حتى مضمونا، لان الانسان خصو يقرا يعلم راسو، ويكون عنده توجه، عارفين كيحط الخطوات ديالو، وابخي عاد كيدير الحاجه اللي هو كيتمناها. هادشي اللي بغيت نقول لكم، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. شكرا بزاف لهذا الاستقبال الرائع جدا. تبارك الله عليكم كاملين، من الاطر التلاميذ، من اصغر الاطر لاكبر الاطر والاساتذه كذلك. الكلمه اللي بغيت نقول لكم ان الدراسه هي شيء مهم في الحياه، ان الدراسه هي اللي ممكن توصلكم لاي حاجه كتمنوها في حياتكم. honneur et pour nous de vous accueillir aujourd'hui et de grands remerciements qui sortent droit du cœur pour avoir choisi le leader du marché scolaire actuel. Aujourd'hui, vos activités consistent à passer dans les classes et à répondre aux questions des élèves. Si tu leur sers des rats, je suis sûre, de modèles pour s'accrocher à leur rêve. Et comme on dit, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Oh, ouais. دائما مع مدارس لوي لو غون بمدينه الرباط وبالضبط بحسن. اذا كنشكروا التلاميذ على الاستقبال الحار ديالهم، كنشكروا الاطر التربويه وكنتمنى لهم التوفيق. شكرا للمدير التربوي، شكرا للمدير الاداري. الان غادي ننتقلوا لمحطه اخرى وهي غادي نزوروا المختبر، وما داير في المختبر غادي نشوفوه من بعد. يوم 25 يناير المقبل إن شاء الله، حيث نبيلة سوف تمثلنا كمغاربة في مسابقة ديال نيل ملكة جمال العالم العربي.
كان اختيار ديالي اختيار ناجح الحمد لله. مدرسة لوي لو غران مدرسة رائعة وتلاميذ رائعين غير الدراسة ومن غير الجمال ومن غير الأخلاق ومن غير لا ريبيوتاسيون الإنسان هو التعامل مع الأشخاص، التعامل مع الأصدقاء، يعني كيفاش كتعامل مع الصديق اللي كيقرا معاك، كيفاش كتعامل وكيفاش كتعامل مع الأطر ديالك، كيفاش كتحترمهم، كيفاش ديك المحبة بيناتكم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم الجبار اللي كتقوموا به. وواحد شغادي نقول لكم الحمد لله الاختيار ديالنا للمؤسسة ما مشاش هكاك، لان فريمون سمعنا على المؤسسة وبحثنا، ولكن ملي جينا للواقع لقينا اكثر من داكشي اللي عرفناه، ملي كنقول اكثر من داكشي اللي عرفناه كل ما هو ايجابي بطبيعة الحال. اذا اش كنقول لكم، انتم عندكم واحد الزهر كبير بزاف، لانكم كتواجدوا بين احضان يعني واحد الطاقم اداري وطاقم تربوي اللي كيحاول يأطركم وكيحاول يخرج منكم واحد النقلات اللي غتنفع البلاد مستقبلا، لانكم انتم هما المستقبل، انتم هما لو بيتون ارمي، هما الركيزه والساس اللي غادي يمشي عليه المغرب ان شاء الله. الوغ الدار الا ما كانش الساس ديالها متين اش كيوقع للدار؟ كطيح. ولكن الا كان الساس صحيح انتم هما الساس نتاع البلاد. مشينا للمختبر من بعد لاصا ديال الاعلان ديال الانفورماتيك، دابا غادي ندخلوا في حوار حصري مع نبيل عاقلي بالمؤسسه قمع. مساء الخير، كانت اليوم زيارة لمجموعة مدارس لوي لو غران. الاستقبال كان حار واستقبال كان رائع جدا، دخل لي الفرحة لقلبي الصراحة، ما خلت لي الإعلامية الكبيرة ديالنا أم نادين منقول والأستاذ القمرة حتى هو مدير المؤسسة. بصراحة هاد الوليدات ديالنا اللي هما مستقبلنا، هما رجال الغد ونساء الغد اللي كيحرصوا عليهم هاد الأطر في واحد الكادغ اللي رائع جدا، وتبارك الله عليهم. وكنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى لهم النجاح، وكان اختيار ديالي صائب والحمد لله بمساعدة الإعلامية أم نادين وبمساعدة المؤسسة الجمعية ديال ملكة الجمال مدام الشامي، مدام سعاد الشامي اللي تعذر عليها الحضور لأنها في الديار البلجيكية. ثاني حاجة كنتمنى الدعم، لأن عندي منافسة جد قوية في الجزائر نهار 25 يناير اللي غتكون مشاركة فيها 23 متسابقة ملكة جمال لكل دولة، وأنا اللي غنمثل دولة المغرب، وكنتمنى تدعموني وكنتمنى الحب ديالكم ليا. شكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.